جوز كلام. أهلين أبو فاكر، كيفك أم جوزيف؟ حبيبتي ردي أعطيني عنوان الدكتور اللي قلتيلي عليه. شارع الملك عبد العزيز بمنطقة المهاجرين، بآخر الشارع تقريبا على اليسار. لك طيب وين؟ ما عم بعرف. بأول المهاجرين وأنت جاية من الجسر. طب والله أنا بنفس المنطقة بس ما عم لاقي شارع اسمه عبد العزيز آل سعود. ما بيصير، أنا متأكدة من العنوان. يعني حسب وصفك أنا لازم أكون بنفس الشارع اللي أنت عم تحكي عنه. إيه بس هذا الشارع مو اسمه عبد الملك آل سعود، عبد العزيز آل سعود عفوا. لكان شو اسمه؟ ما بعرف، قريت اسمه ونسيت. يلا هلأ برجع بتأكد. ارجع. خليكي معي دقيقة. والله هلكت من المشي. يلا بعينك الله، ضروري تاخذ لي هالموعد من الدكتور، والله لو مو ضروري ما كنت بعتك. ولا يهمك ولا يهمك حبيبتي، يلا وصلت لاخر الشارع. بين معك اسم الشارع؟ اي بس لك كثير غريب اسمه لهذا الشارع. شو اسمه؟ اسمه شارع هوغو تشافيز. شلون شلون؟ عمري مو سمعانه باسم هالشارع. والله ولا انا. لحظه 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 ام جوزيف، شو قلتي لي اسم الشارع اللي عم دور عليه؟ شارع عبد العزيز آل سعود. ايوه فهمت. شو فهمت؟ لك اذا اسم الشارع عبد العزيز آل سعود فاكيد رح يغيروه، ما رح الاقيه، لانه نظرا للعلاقات بيننا وبين السعوديه اكيد غيروا اسم الشارع. اي والله شلون ما اجت ببالي هي؟ بسيطه، هلا اعطيني علامه بالشارع لامشي على اساسها. انسي اسم الشارع. اي تذكرت، في على نفس الصف تبعيات الدكتور المركز الثقافي الاسباني. حلو، خليني سكر هلا واسال جوجل على العلاقات السوريه الاسبانيه لاتاكد اذا ضل المركز على اسمه ولا غيروا له اسمه وجنسيته كمان. ايه الله معك. سلام. جوز كلام.